الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، تخريج الفروع على الاصول. انتقل المصنف من تخريج الفروع على الاصول في المعاملات الى العقود الاحوال الشخصيه، العقود النكاح. يقول المصنف رحمه الله تعالى بان مذهب الامام الشافعي ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين العلماء في هذا الباب، لأنه الأحناف يوسعون هذه المسألة على أن الأمر بشيء نهي عن كل أضداده، أمر بكل أضداده، وهذه فيها نظر. قد توسط بعض العلماء في هذا وقال أن الأمر بشيء نهي عن إن كان له أضداد فنهي عن ضد من هذه الأضداد. عامة الشافعي أصالة يرى بأن الأمر بشيء ليس نهي عن ضده، والنهي عن شيء ليس أمرا بضده، لأنه لا يخطر على 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 البال الآمر بشيء، لا يخطر على بالي بحال من أحوال الضاد هذا الأمر الذي أمر به أو المأمور به. أما الأحناف كما قلنا فقد قالوا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن كل أضداده. وقد تفيدهم من النظر بعض الأمثلة إذا طبقتها يقال بذلك، يعني يقولون لو أمر زيد عمرا بالخروج من البيت فإن لم يخرج فهو عاصي، وإن خرج هذا نهي عن إيش؟ عن القعود في البيت، عن الاضطجاع، عن الأكل، عن الشرب، عن القيام، فهو نهي عن كل أضداده، نهي عن كل أضداد. وهذه مسألة فيها تفصيل، لسنا بصدد التفصيل الأصولي هنا في هذا الباب، لكن من هذا التأصيل بما قال الشافعية أو الأحناف بأن الأمر نهي عن شيء، بأن الأمر ليس نهي عن شيء من ضده، ولا النهي ليس أمرا بشيء من ضده، ولا أيضا العكس عند الشافعية والأحناف يرون بأن الأمر بشيء نهي عن كل الأضداد. تفرع على ذلك بعض المسائل وهي في النكاح، من هذه المسائل أن التخلي لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح، والحق أن التفصيل العام في مسألة النكاح عند الشافعية أنها ليست فيها شيء من التعبد. هم يرون النكاح على الإباحة، ووجه أنه مندوب، لذلك قالوا النكاح إما يكون مندوب أو إما مباح أو مندوب، وهو مشوب بحظ النفس يأتي شهوته، وفيها شيء من اتباع، يعني اتبع هواه. وأما النوافل ففيها محضية الحسنة، فيها محضية الطاعة، لذلك قالوا أن ينشغل من النوافل عن الزواج أفضل، أن ينشغل بالنوافل عن النكاح أفضل له، أن يتفرغ للقيام والصيام أفضل من النكاح. يعني الحق أنه هذا الكلام فيه نظر كبير جدا، أنه حتى يخالف مقاصد الشريعة والنظرة المصلحة المقاصدية للشرع، وأيضا فيه ما فيه مجانبة النهي. لكن لو تكلمنا في هذا الباب ونظرنا إلى التأصيل، ولأن الشافعية يرون بأن الأمر بشيء ليس نهيا عن أضداده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج، قال فمن لم يرد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهم يرون بأن هذا الأمر ليس نهيا عن شيء من ضده، لذلك قالوا التخلي أفضل له، الانشغال بالطاعة أفضل له من الانشغال بالنكاح. الأحناف يرون، هم الأكثر يقول الأحناف يرون بأن الانشغال بالنكاح أفضل من النوافل، الانشغال بالنكاح أفضل من النوافل، لكن لو قلنا بالأدلة فكلام الأحناف أصح،
لو قلنا بالتأصيل ففي نظر، هم في التأصيل عندهم لأن الزنا منهي عنه، الزنا منهي عنه، والنكاح يتضمن ترك الزنا، فواجب عليهم الإتيان به، فواجب عليهم الإتيان به. عندهم أمر، الأمر بالنكاح في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، فعليه بالنكاح أنه على الوجوب. لما؟ للنهي عن الزنا. والتأصيل العام أن النهي عن الزنا النهي عن شيء أمر بضده، بل أمر بأضداده، وضد الزنا وضد السفاح النكاح. قالوا يبقى إذن النهي عن السفاح أمر بالنكاح. قالوا النهي عن السفاح، النهي عن السفاح أمر بالنكاح. لذلك قالوا والانشغال بالنكاح أفضل من نوافل العبادات، وهذا حق. إذا قلنا بأن النكاح واجب فيكون حق أن يقدم على النوافل، ولأن النكاح ولأن الواجبات أحب إلى الله لا فعلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالواجب يقدم على النفل. والصحيح أن نقول بأن الانشغال بالنكاح أفضل من انشغال بنوافل العبادات، لأن هذه النظرة المقاصدية المصلحية لهذا الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة العظيم، والانشغال به أعظم بكثير من الانشغال بالنوافل التي فيها نفع ذاتي، لكن هذا نفع متعدي، لكن هذا نفع متعدي. لكن عند التأصيل كما قلنا الأحناف يوصلون على مسألة النهي عن شيء أمر بضده، وهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، مع أن الأدلة لو نظرنا إليها الأدلة الخارجية تقوي تقوي نظرة الأحناف. ولأن الحق أن النكاح لا تعتري الأحكام الخمسة بحال من الأحوال، لا لا لا، النكاح الأصل فيه الاستحباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، وهذا أمر أقل درجات الأمر هنا الاستحباب، ولقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أبدا الطلاق هو الذي تدور عليه الأحكام الخمسة، أما النكاح فلا، أما النكاح فلا. الأصل في النكاح الاستحباب، الأصل في النكاح الاستحباب. قد يقال على بعض الفروع أنه يحرم على من لم يعف امرأته، هذه أمور خارجية، أمور أخرى ليس فيها النظر الصحيح على التأصيل العام. التأصيل العام النكاح على الاستحباب. يبقى إذن نقول الانشغال بالنكاح أفضل من انشغال بنوافل العبادات، وليس على التأصيل ولكن على الأدلة الخارجية، على الأدلة الخارجية. وأيضا تفريع على هذا التأصيل العام الأمر شيء نهي عن ضده أو نهي عن شيء أمر بضده، أن إرسال الطلاقات الثلاث مباح، إرسال الطلاقات الثلاث مباح، وهذا عند الشافعية، لأن موجبها قطع النكاح، وموجب وقطع النكاح عندنا مباح، قطع النكاح مباح. ولذلك قالوا الطلاق ثلاث يكون به بينونة كبرى ويقع ثلاثا، فإن كان يكون به البينونة الكبرى ويقع ثلاثا، قال العلماء علماء الشافعية قالوا إذن يجوز أن يطلقها ثلاثة، فإن قال لها أنت طالق 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 فإنه يقع الطلاق ثلاثا وتبين منه بينونة كبرى. الأحناف يرون بأن الطلاق ثلاثا لا يقع، ولتأصيل عندهم يرون بأن التأصيل أن الطلاق سيقطع مصلحة كلية، وتحصيل المصلحة الكلية واجب مأمور به، وهي إقامة البيت، إقامة البيت المسلم، وقطع إقامة البيت المسلم بالطلاق ثلاث، فصار الطلاق الثلاث بدعة محرم فلا يقع، فصار الطلاق الثلاث بدعة ومحرم ولا يقع. يشتكون من الصوت، ما أدري، يشتكون من الصوت.
ما هو ماشي شغال، لكن ما ادري. طب تاكد، لانه يشتكون من لا لا الصوت جيد جدا. لا نعم. إذن نعم، إذن إرسال الطلاق ثلاثا على التقصير الشافعية يقع، ولأن موجب قاطع النكاح على المباح. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على أن التقصير العام أنه على الإباحة. وجهة نظر الأحناف يقولون روح حرام بدعة. وجهة نظر الأحناف في هذا الباب أنهم يقولون بأن الطلاق في قطع مصلحة كلية، والمصلحة الكلية أقيمت بالنكاح لا تقطع. لذلك قالوا الطلاق ثلاثا معناه أنه ستكون البينونة كبرى، وإن كانت البينونة كبرى قطعت المصلحة الأعظم ألا وهي إقامة البيت المسلم. فلذلك قالوا أن الطلاق ثلاث بدعي، وأنه لا يقع، وأنه حرام. الشافعية قد يردون عليهم في هذا الباب بأن يقول ساءت العيشة فوجب الطلاق، فلا يمكن أن يقال بأنه حرام أو بدعة. والحق بأن الطلاق ثلاث يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة، وحديث كان ضعيفا، لكن ليس على التأصيل، هذا بدليل خارجي. حديث ركانة عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه طلق امرأته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله واحدة، ما أردت إلا واحدة. قال: والله ما أردت إلا واحدة. فرد عليه امرأته، فرد عليه. وهذه دلالة أنه لو كان قد أراد الثلاث لوقع الثلاث، أنه لو أراد الثلاث لوقع الثلاث. والحق أن نقول بأن مسألة التأصيل بين الأحناف والشافعية ينظر فيها توسطا، أن نقول قد يستحال يحال العيش بين الزوجين فيجب الطلاق، يجب الطلاق، فلا يكون قطع مصلحة كلية، بل هو قطع لوجود مصلحة في القطع، قطع لوجود مصلحة في القطع في هذا الباب. أو أنه يمكن أن يطبق كلام الشافعية في الطلاق الثلاث بلا داعي، بلا سبب، بلا موجب، فهذا الذي يمكن أن يحرج عليه في هذا الباب على ما أصل الأحناف. طيب، هذه المسألة، مسألة التفريق بينهما في المسألة الأصولية المهمة جدا، وهي الأمر بشيء نهي عن ضده أم نهي عن أضداده، أو نهي عن شيء وأمر بضده أو بالأضداد. هذه هي المسألة، يعني تفرع عليها كما بينا مسائل في النكاح، وستأتي مسائل أخرى أيضا. نكتفي بهذه المسألة حتى يستوعبها الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: في إحدى الهيئات الحكومية يعني بعض الموظفين يأخذ تأشيرات حج من شركات السياحة بلا مقابل، فهل له أن يحج بهذه الطريقة؟ نعم له أن يحج بهذه. ونفس السؤال بالنسبة لمن سيعطيه التأشيرات الزائدة منه. نعم له أن يحج به، رزق ساقه الله له فيشكر الله عليه، فلا الله يثبت له هذا الخير. نعم. هل لو الأم أعطت هدايا للمدرسة ولمن يعمل بالفراشة بالمدرسة من أجل أن يعتنوا بالأولاد تكون هذه من الرشوة؟ لكي يعتنوا بالأولاد إيش؟ دراسة يعني ولا إيش؟ هو الأولى تجنب ذلك، الأولى تجنب ذلك، أنه هذه الهدية ستظل في ذهن المدرسة، وعند الاختبار وعند تعليم وتصحيح الأوراق قد يكون الأمر يعني مختلفا، فالأولى لا تفعل ذلك. تقول: ما حكم تحليف شخص بالله أن يجيب عليه ولا يجيب لغاية في نفسه؟ يعني يقول له بالله أجب، بالله أجب. نعم، هو ليس واجبا عليه أن يجيب، وإن لم يفعل والآخر يعني أكد في اليمين فعليه كفارة يمين. لكن الحق أن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه إلا لمصلحة دافعة. الحق أنه يبر قسمه من حق المسلم على المسلم إلا لمصلحة دافعة. هو السائل عن مسألة تأشيرات الحج يقول: هلا جلس في بيت أمي وأبي، أظن يعني تقريبا التأشيرات دي بيأخذها لوظيفته. عامة تكون منحة ليس فيها مال،
لو فيها مال إن كانت منحة، إن كانت منحة فلا شيء، إن كانت منحة فلا شيء، كلامي واضح. ولذلك أنت السائل يقول بلا مال وبلا شيء ولا رشوة ولا شيء من ذلك. هي بلا مال بس هي مفيش حد بيخرج شيء للدائرة. إن كانت منحة يعني مثلا رجل من وجهاء القوم، رئيس، وزير، أمير، فأعطاه التأشيرات دي منحة لواجهاته ومكانته، ولا هذا يتكسب ولا هذا يتكسب، له أن يذهب بها الحج، ليس فيها ثمة شيء. ماذا ترون في استقبال القبلة أو المصحف باطن القدم؟ يعني هذه هيئة يترفع عنها المؤمن حتى لا تكون فيها شيء من إساءة الأدب. يقول ما الذي يجوز تقبيله عبادة أو عادة من الجمادات؟ فقط الحجر الأسود على ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فقط الحجر الأسود. عمر الخطاب طاف بالبيت فنظر الحجر الأسود قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته صلى الله عليه وسلم. المصحف في التقبيل فيه كلام، وليس كلام فيه جمادات أو جمد ذلك، ما يقال به، ما يقال عنه ذلك. يقول حديث أيما امرأة طلبت طلاقها ألا يدل على أن الطلاق منهي عنه؟ نعم الطلاق منهي عنه، لكن هو الكلام في هذا الباب على أنك تقول وهو منهي عنه فالزواج مأمور به، أو العكس بالعكس على تأصيل الأحناف، لكن لا يقال أنه منهي عنه أبدا، لأن الرجل له أن يطلق. الحديث خاص بالمرأة أنها تطلب الطلاق وتهدم البيت، أما الرجل له أن يطلقها وليس ظالما لها. السائلة عن مسألة الهدية للمدرسة تقول أن يعني المدرسة تسيء معاملة الطفل فضربت معها كل الطرق وتريد أن يعني تجرب مسألة الهدية، ماشي جيد، لها أن تفعل ذلك، ليست رشوة، لها أن تفعل ذلك، دفع للشرع. إن كان كما وصفت أخ منصور فلا يجوز، خلاص أنا قرأت ما وصفت أنت، إن كان كما وصفت فلا يجوز.